لسه مكملين مع بعض في سلسلة الصلاة، وفيديو النهاردة هيكون عن مواضع رفع الإيدين في الصلاة. بس قبل ما نبدأ عاوزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشارك الفيديو مع غيرك عشان الكل يستفاد بإذن الله. رفع الإيدين مع التكبير في الصلاة هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول موضع لرفع الإيدين بيكون مع تكبيرة الإحرام، ودي التكبيرة اللي بندخل بيها في الصلاة. أول حاجة النية، بننوي الصلاة في سرنا قبل ما بنصلي، وبعد كده بنقول الله أكبر وندخل في الصلاة، ودي اسمها تكبيرة الإحرام. ورفع الإيدين فيها سنة، لكن إنك تقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام ده ركن أساسي من أركان الصلاة، ومن غيرها الصلاة هتكون غير صحيحة. وللأسف في النقطة دي في غلطة بعض الناس بيقعوا فيها. واحد دخل في صلاة الجماعة ولقى الإمام راكع، في ناس كتير بتدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة بس، تكبيرة الركوع اللي هو الله أكبر، ويروح راكع مع المصلين، وده طبعا غلط مش صح. لو الإمام راكع فاحنا محتاجين تكبيرتين مش تكبيرة واحدة. التكبيرة الأولى نيتك فيها بتكون لتكبيرة الإحرام، بعد كده تكبيرة تانية للركوع، فنقول الله أكبر ونركع مع المصلين، ونخلي بالنا قوي عشان الصلاة بدون تكبيرة إحرام هتبقى صلاة غير صحيحة. تاني موضع لرفع الإيدين مع التكبير وهو النزول للركوع، هنقول الله أكبر ونرفع إيدينا مع التكبير وننزل للركوع. تالت موضع بيكون مع الرفع من الركوع، مع قول سمع الله لمن حمده هنرفع برضو إيدينا. كده عملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم برفع إيدينا مع التكبير في ثلاث مواضع في الصلاة. كده فضل موضع أخير، والموضع ده مش موجود في الصلاة الثنائية. يعني حضرتك لو بتصلي سنة ركعتين أو بتصلي قيام ليل ركعتين أو صلاة الفجر مثلا، الموضع الرابع مش هيبقى موجود، هيبقى موجود في الصلاة الثلاثية اللي هي المغرب والرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، والموضع ده بيكون بعد القيام من التشهد الأوسط. يعني قعدنا للتشهد اللي في وسط الصلاة لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنا بقوم بكبر وبرفع إيدي مع التكبير. طب أنا مثلا كنت بصلي وما برفعش أصلا إيدي غير في تكبيرة الإحرام بس، وساعات بنسى وما برفعش ايدي اصلا، هل ده في مشكله وهياثر على صلاتي اللي صليتها في حاجه؟ صلاتك صحيحه باذن الله وما فيهاش اي مشكله، ولكن رفع الايدين مع التكبير ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موصينا باتباع سنته، وقال صلوا كما رايتموني اصلي، زائد ان اي حاجه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنعملها اكيد بنؤجر عليها وبترفعنا في الدرجات. طب يا سيدي الكلام ده زي الفل، انا بقى هزود في السنه وهرفع ايدي وانا نازل للسجود وارفع ايدي وانا طالع من السجود، وكل حركه مع تكبير انا هرفع ايدي، انا محتاج ثواب يا عم الحاج. هقول لك انت كده جاي تهزر، لان ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش ان احنا نعمل كده. هما المواضع اللي ذكرناها مع بعض وبس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فاحنا كمسلمين مأمورين باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. فلو الفيديو عجبك واستفدت منه يا ريت تشاركه مع غيرك عشان الكل يستفاد باذن الله، وخليك فاكر ان الدال على الخير كفاعله، فربنا يتقبل منا صالح الاعمال ويرزقنا الثبات على الطاعه ولين القلب. اللهم امين. سلام.